ولا هي دي الحكاية جامعة القاهرة؟ تعالوا نشوف هي دي الحكاية وجامعة القاهرة والأستاذ أسامة أبو العباس أحمد. جامعة القاهرة. جامعة القاهرة هي ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربيا بعد جامعة الأزهر وجامعة القرويين. تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي كالمهندس خانة في عام 1820 والمدرسة الطبية في عام 1827، ثم ما لبثا أن أغلقتا في عهد الخديوي محمد سعيد في عام 1850. تعود فكرة إنشاء الجامعة المصرية إلى أوائل القرن العشرين بعد حملة مطالبة شعبية واسعة لإنشاء جامعة حديثة، وقاد الفكرة محمد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريد وقاسم أمين وسعد زغلول. وتأسست هذه الجامعة في 21 من ديسمبر عام 1908 تحت اسم الجامعة المصرية. تم افتتاح الجامعة المصرية كجامعة أهلية في 21 من ديسمبر عام 1908 في حفل مهيب أقيم بقاعة مجلس شورى القوانين بحضور الخديوي عباس حلمي الثاني وبعض رجالات الدولة وأعيانها، وكان أول رئيس للجامعة هو أحمد لطفي السيد. في مساء يوم الافتتاح بدأت الدراسة في الجامعة على هيئة محاضرات، ولما لم يكن قد خصص لها مقر دائم وقت ذاك، فقد كانت المحاضرات تلقى في قاعات متفرقة كان يعلن عنها في الصحف اليومية، كقاعة مجلس شورى القوانين ونادي المدارس العليا ودار الجريدة، حتى اتخذت الجامعة لها مكانا في سراي الخواجة نستور جاناكليس الذي تشغله الجامعة الأمريكية حاليا. ونتيجة لما حققته الجامعة الأهلية من آمال كبار عبرت عن تطلعات المصريين، فقد فكرت الحكومة في عام 1917 في إنشاء جامعة حكومية. وعندما علمت الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل بهذه الصعوبات التي تعانيها الجامعة المصرية، أوقفت مساحة من أراضيها الزراعية حتى تجري ريعها على الجامعة فتضمن بذلك مصدرا للتمويل، كما تبرعت بجواهرها الثمينة لتوفر للجامعة سيولة مالية عاجلة. وامتد كرمها إلى منح الجامعة مساحة من الأرض ليقام عليها الحرم الجامعي. وفي 11 من مارس عام 1925 صدر مرسوم بقانون لإنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية، وكانت مكونة من كليات أربعة هي الآداب والعلوم والطب والحقوق. وفي العام ذاته ضمت مدرسة الصيدلة لكلية الطب.